بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير الآية 29 من آيات سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، يعني هنا ليس معنى من شاء فليؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنه على التخيير، يعني أنت مخير في هذا أو هذا، وإنما المقصود يعني فمن شاء فليؤمن وله جزاؤه وثوابه عند الله تعالى، ومن شاء فليكفر ولينتظر ما أعد له من العقاب الأليم الذي يعني سيأتي ذكره في الآية التالية. أعد الله لهم إيه؟ يعني نارا أحاط بهم سرادقها. فإذا يكون المقصود هنا ومن شاء فليكفر ولينتظر إيه؟ ما أعد له من سوء المصير. فيكون هذا تهديدا ووعيدا شديد. قال: ولهذا قال إنا أعتدنا، أي أرصدنا، يعني شيء إيه؟ معد ومجهز. إنا أعتدنا للظالمين، وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه، نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق النار أربعة جدر. لسرادق النار أربعة جدر، السرادق هو السور الذي يحيط بالشيء، فسرادق النار أعاذنا الله وإياكم منها، يعني لها إيه؟ محاطة بأربعة جدر، كثافة كل جدار مثل مسافة 40 سنة، يعني سجن محاط بهذه الأسوار لا مجال للهرب منه ولا للخروج منه. أربعة جدر كثافة كل جدار مثل مسافة 40 سنة. قال: وأخرجه الترمذي في صفة النار وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح به. قال: وقال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحاط بهم سرادقها، قال حائط من نار، يعني هي نار وصورها من النار أيضا، يعني مادة السور ليس من الطين والحجارة، وإنما السور نفسه هو جدار من النار يحيط بالنار. قال ابن جرير حدثني الحسن بن الحسين بن نصر والعباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية قال حدثني محمد بن حيي بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو جهنم. قال: فقيل له: كيف ذلك؟ قال: فتلا أو قرأ هذه الآية: نارا أحاط بهم سرادقها.
ثم قال: والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حيا، ولا تصيبني منها قطرة. مسألة البحر هو جهنم، هذا ورد في بعض يعني التفاسير وبعض الأثر، أن هذه البحار يعني تتفجر نارا يوم القيامة وتكون يعني جزءا من النار، لكن ليس المقصود يعني في الدنيا، يعني في الدنيا هو بحر، لكن الله تعالى أعلم. قال: وقوله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت. ماء غليظ مثل دردي الزيت. دردي الزيت هو يعني العكر الذي يكون في أسفل الزيت المغلي، يعني ما تغلي الزيت يترسب في أسفله، يعني الطبقة المعكرة التي في أسفل الزيت تكون يعني غليظة ولونها فيه يعني كدر. فقال: المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت، يعني عياذا بالله الماء الذي يشربه أهل النار، وإن يستغيثوا يعني من العطش يغاثوا بماء كالمهل، كأنه زيت مغلي صار غليظا من شدة الغلي ولونه عكر يعني. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح، يعني الماء الذي كالمهل ماء كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حره. وقال آخرون: انتهى حره يعني شديد الحرارة إلى يعني أقصى ما يمكن من الحرارة. وقال آخرون: هو كل شيء أذيب. هو كل شيء أذيب، أي معدن تمت إذابته وصهره فهذا يكون مهلا. وقال قتادة: أذاب ابن مسعود رضي الله عنه شيئا من الذهب في أخدود. أخدود يعني حفرة، ليس ضرر أخدود يعني كبير يعني يتسع للناس، لأن أي حفرة مجوفة، ففي شق يعني حفرة مجوفة أو كذا، كان يذيب في داخلها شيئا من الذهب. أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود، يعني كانوا يعني يصهرون الذهب، يكون المعدن مختلطا بشوائب فيضعونه في حفرة تكون مجهزة بحيث يعني لا يضيع شيء من الذهب، فالرواسب يعني تخرج منه وتبقى السبيكة نقية صافية، يمكن إعادة استعمالها وتصنيعها في شيء آخر. فأزال ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود، فلما ناع وأزبد، يعني الأخدود هذا موقد يعني نار حامية حتى تذيب الذهب، فالذهب يعني ذاب وانصهر، وأزبد يعني علته الرغوة، الشوائب التي فيه يعني تعلو على سطحه. فلما ناع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل. هذا أشبه شيء بالمهل، يعني سبحان الله، هذا الذهب المنصهر الذي يعني وصل درجة الحرارة إلى أن تصهر الذهب وصار سائلا شديد الحرارة، قال: هذا أشبه شيء بالمهل. قال: وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وشجرها أسود وأهلها سود. قال: وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منت غليظ حار. فهو يعني كل هذه الصفات يعني هي فيه، يعني دائما الأصل في التفسيرات المأثورة يعني اختلاف فيها اختلاف تنوع ليس تضاد، فالمهل يعني يشبه كل من هذه الأشياء. قال: ولهذا قال: يشوي الوجوه، أي من حره. قال: بماء كالمهل يشوي الوجوه، قال: أي من حره.
إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، والعياذ بالله. يعني ما يقربه حتى يشرب، لما يقترب منه يشوي وجهه ويسقط جلد وجهه في هذا. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار، اللي هو حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة إلى آخره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء كالمهل، قال: كعكر الزيت. كعكر الزيت اللي هو الزيت المتعكر الذي يكون في أسفل الوعاء عند غلي الزيت. قال: فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه، والعياذ بالله. قال: وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه. جامع الترمذي اللي هو سنن الإمام الترمذي، فيه باب صفة النار. يعني في أورد فيه هذا الحديث أو كتاب، يعني سمى إيه؟ كتاب صفة جهنم، في سنن الترمذي كتاب صفة جهنم. قال: من حديث رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، هكذا قال. وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج، والله أعلم. يعني عادة الأئمة أحاديث الترغيب والترهيب حتى لو فيها يعني ضعف يسير، يعني يوردونها ويستعملونها، يعني لأن المعنى يعني دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني طلب المعنى له ما يشهد له في الجملة. يعني قال: وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بصر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيء. قال: يتجرعه، قال: يقرب إليه فيتكرهه. يتجرعه، يقرب إليه فيتكرهه، يعني يكون كارها له. يعني هو إيه؟ في حالة من شدة العطش، يعني مستعد يشرب الماء المغلي الذي يعني يعرف أنه سيحرقه، لكن من شدة عطشه يعني زي يوازن بين يعني الحالة التي هو فيها من العطش وبين شرب هذا الماء الذي يعرف أنه سيحرقه ويشوي جلده، فيختار أنه يشربه والعياذ بالله. قال: فإذا قرب منه، يعني هو كارث له لا يريد أن يشربه لكن ليس عنده مفر من أي من شربه، فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه، والعياذ بالله. لما يشربه ينزل في الأمعاء، يصهر الأمعاء ويقطعها. قال: يقول الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. قال: وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم. إذا جاعوا استغاثوا بشجرة الزقوم، هذا هو الطعام الموجود عندهم، فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، والعياذ بالله. يعني تسقط جلدة وجههم، يقول المار لو رأى جلدة الوجه يعرف يعني هذه جلدة وجه فلان، هذه جلدة وجه فلان. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل. يستغيثون يريدون الشرب فيغاثون بماء كالمهل.
وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم استوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود، يعني عياذا بالله كل الجلود تسقط من الزقوم، حر الزقوم يسقط وجوهها الجلدة، وجوههم أصبحت لحوم بدون الجلدة التي فوقها. فعندما يقربون الماء الذي كالمه تسقط جلدة الوجه، من تسقط لحم الوجه، لحم الوجه يعني الجلدة سقطت أولا، واللحوم تسقط عند إيه؟ عند اقتراب الماء الذي كالمه. قال: ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: بئس الشراب، أي بئس هذا شرابا، يعني قبح شرابا، كما قال في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. حميما يعني شديد الحرارة. وقال تعالى: تسقى من عين آنية، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه الكفار، فذكر سبحانه وتعالى من أحوال الكفار، قد تسقى من عين آنية أي حارة، كما قال: وبين حميم آن، وبين حميم آن، والحميم اللي هو الماء الحار، وآن أيضا يعني شديد الحرارة، شديد الحرارة، وعين آنية يعني ماؤها شديد الحر. قال سبحانه: وساءت مرتفقا، أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، يعني ساءت مكان، أسوأ مكان يمكن أن يعيش فيه إنسان أو يقضي فيه يعني أيامه وعمره، المكان الذي ينزل فيه ويقيل فيه هو مكان القيلولة ومكان الإقامة ومكان المجتمع، المكان الذي كل حياته فيه، كما قال في الآية الأخرى: إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني ساءت مكان استقرار وساءت مكان إقامة. ثم يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. كما مر بنا كثيرا يعني دائما طريقة القرآن الكريم اجتماع الترغيب والترهيب، دائما إما تجد آية الترهيب تقدمت تجد وراها مباشرة آية الترغيب، أو العكس تجد آية في ذكر ثواب المؤمنين الترغيب تجد وراها مباشرة آية الترهيب، فبعد ما ذكر عقاب الكفار مباشرة يأتي وراءها نعيم المؤمنين. لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن والعدن الإقامة. بعد أن ذكر حال الأشقياء ذكر حال المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحة التي أمروا بها، فقال فلهم جنات عدن
وأول شيء قبلها قال يعني إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، لا يضيع الله تعالى أجر هؤلاء أحسنوا العمل، فلا يضيع الله تعالى أجرهم. أولئك إيه؟ لهم جنات عدن، قال العدن الإقامة، يعني جنات يقيمون فيها إقامة دائمة لا يعني لا تفنى ولا تزول، وهذا زيادة في نعيمهم، يعني أنهم يعلمون أن هذا المكان الذي يسعدون فيه وفي كل ما تشتهيه نفوسهم هم مقيمون فيه إلى الأبد، ولا زوال، المكان لا يزول ولا يزولون هم عنه. تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت غرفهم ومنازلهم، من تحت غرفهم ومنازلهم، يعني الماء يصل إليهم حيث يريدون. ورد في بعض الأحاديث والأثر أن المؤمن في الجنة يعني يفجر الأنهار حيث يشاء، يعني يريد الماء يمشي من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه، أي مكان فيجري فيه الماء حيث أراد. وكذلك يعني من أنهار الجنة يعني ما يكون من غير أخدود، يعني أنت يريد مثلا ماء يجري في هذا المكان لا ينسكب يعني يمينا ولا شمالا، ويسير يعني في المجرى الذي يريده حيث يريد، يكون قريبا منه بأمر الله سبحانه وتعالى. قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون كان يتباهى يعني بقصوره التي جعل فيها إيه؟ مجاري للماء يعني تمر داخل القصر، فكان يتباهى بذلك، فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك للمؤمنين تجري من تحتهم الأنهار. قال يحلون أي من الحلية، يحلون أي من الحلية فيها من أساور من ذهب، يحلون يعني يلبسون حليا من أساور من ذهب، وقال في المكان الآخر ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير، يعني صفة حلية المؤمنين في الجنة وزينتهم وثيابهم فصلت في بعض الصور يذكر فيها أشياء وفي صور أخرى تذكر أنواع أخرى، فقال هنا في الكهف لم يذكر اللؤلؤ لكن ذكره في الصور الأخرى، ما ذكر حلية الذهب قال يحلون فيها من أساور من ذهب، وفي صور أخرى ذكر اللؤلؤ. قال ولباسهم فيها حرير، في صور أخرى قال ولباسهم فيها حرير في سورة الحج مثلا. قال وفصله ها هنا، يعني هنا لم يذكر الحرير وإنما ذكر تفصيل الحرير، يعني تفسير القرآن بالقرآن، مثلا بعض الصور يجمل فيها أن لباس المؤمنين حرير، هنا ذكر أنواع الحرير، الحرير نوعان اللي هو السندس والاستبرق، فذكر هنا بدلا من أن يذكر الحرير ذكر تفصيلا له وأنواعه. قال وفصله ها هنا فقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، من سندس واستبرق. قال فالسندس ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراه. السندس هو رقيق الحرير، الحرير في نوع منه رقيق يعني يستعمل في صنع القميص، هو مثل الثوب هذا بيكون يعني زي هذا يسمى قميصا، سواء قميص قصير أو قميص طويل إلى الأرض كله يسمى قميص، زي الثوب هذا يكون من الكتف، ففيها يعني السندس ثياب رفاع رقاق كالقمصان، يعني القميص بيكون خامته رقيقة، وما جرى مجراها يعني كالقمصان، وما جرى مجراها من الثياب التي يعني يحسن أنها تكون من قماش رقيق غير سميك. قال وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق، استبرق هو القماش الغليظ زي ما يكون مثلا معطف خارجي فوق الثوب اللي تحته، أو أنواع الثياب التي يحسن فيها من يكون قماشها سميك أو غليظ،
فالمؤمنون في الجنة عندهم يعني هذه الأنواع وهذه الأنواع، في ثياب من الحرير الرقيق وثياب من الحرير الغليظ. قال وقوله متكئين فيها على الأرائك. سورة ما يلبس في اليد. نعم نعم، يحلون فيها من أساور، الأساور اللي هي ما يلبس في اليد. فالسوار اللي هو ما يلبس عند المعصم يعني في معصم اليد. يحلون أساور من ذهب ولباسهم فيها هنا يعني قال ويلبسون ثيابا خضرا، فذكر صفة لونها من سندس واستبرق، وهذا ليس على سبيل الحصر يعني، هذه الله سبحانه يذكر أنواعا من النعيم، لكن الجنة كما في القرآن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفي الحديث يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأي شيء يشتهيه المؤمن في الجنة ويريده يعطيه الله تعالى منه، يعني أي صنف من الثياب يخطر في باله، أي نوع من الحلي، أي نوع من أي شيء من أصناف النعيم، يعني أي شيء أراده المؤمن أو خطر بباله يعطيه الله تعالى إياه. فهذا يعني من أنواع مما ينعم به المؤمن. قال وقوله متكئين فيها على الأرائك، قال الاتكاء قيل الاضطجاع وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد هاهنا، ومنه الحديث الصحيح أما أنا فلا آكل متكئا. قال فيه القول يعني متكئين فيها على الأرائك، قيل مضطجعين يعني ينامون على الأريكة، وقيل إيه يجلسون عليها، جلوس الإنسان متربعا يسمى إيه اتكاء. ومنه إيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فلا آكل متكئا، يعني كان يعني لا يحب عليه الصلاة والسلام الأكل على هذه الصفة. قال والأرائك جمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة. قال والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالبشخانة، اسم كان مستعملا يعني في زمن الإمام كثير رحمه الله تعالى. فقال السرير تحت الحجلة، والحجلة قالوا يعني ستار كالقبة مزين، يعني يوضع فوق السرير يعني زي قبة مزينة أو مزخرفة تكون فوق السرير. فلهم يعني أرائك يعني أسرة، وهذه الأسرة عليها يعني مثل زي القبة زي الخيمة كده، لكن من شيء نفيس يعني مزين، و يعني يحليها ويزينها زي في يسمون ناموسية، طبعا ما فيش ناموس هناك، ما فيش معود يعني، لكن يعني هو شيء للزينة والجمال، يعني شيء للزينة والجمال. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال على الأرائك، قال هي الحجام، وقال قال معمر وقال غيره السرر في الحجام، إذا كلها اللي هي يعني زي ما نسميها الناموسية الآن، اللي يعني زي أربع قوائم كده وعليها يعني سطور وعليها، لكن شيء يعني مخصص للزينة والجمال والتحسين، يعني ليس مثل يعني ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، يعني كشيء للتقريب يعني، لكن الحقائق تختلف. قال وقوله نعم الثواب وحسنت مرتفقا، أي نعمة الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما، يعني ومكان إقامة، كما قال في النار بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان،
في قوله إنها ساءت مستقرا ومقاما، ثم ذكر صفات المؤمنين فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. يقول هنا في سورة الكهف قال تعالى عن الكفار بئس الشراب وساءت مرتفقة، وقال عن المؤمنين نعم الثواب وحسنت مرتفقة، المقابلة بين الجملتين. وفي سورة الفرقان قال عن الكفار ساءت مستقرا ومقاما عن النار، وعن الجنة قال إيه حسنت مستقرا ومقاما. ذكر الشيء المقابلة يعني بين الجملتين. اللي هو المقابلة والطلاق في البلاغة، المقابلة بتكون بين جملتين، يعني لو خدنا جملة نعم الثواب وحسنت مرتفقة مقابل جملة إيه بئس الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقة مقابل بئس الشراب وساءت مرتفقة، فجملة مقابل جملة هذه مقابلة. والطلاق يكون بين مفردات، يعني زي إيه نعم وبئس بينهما طلاق، حسنت وساءت بينهما طلاق، وهكذا. ثم يقول سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال يقول تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين، هذا اللي هو ايه يسمى علم المناسبات في القرآن، يعني هذا من علوم القرآن المناسبات، يعني بين الآيات والسور تجد هناك مناسبات، يعني بين أول السورة وآخرها وبين آخر كل سورة وأول السورة التالية، ومناسبات داخل السورة في نفسها، يعني مواضيع السورة سبحان الله تتأمل فيها، يعني تجد مواضيع ماشية بتسلسل معين، كل موضوع مناسب لما قبله. يعني لو قسمت سورة الكهف مثلا إلى يعني المقاطع حسب الموضوعات التي تناولتها السورة، كل مجموعة آيات تناولت قصة أو موضوعا أو قضية تجد هناك مناسبة بينها. فيقول يعني في مطلع السورة ذكر سبحانه وتعالى قال إيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخره. فمر بنا أنها هي نزلت في شأن يعني الملأ من قريش، يعني قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنهم لا يستطيعون أن يجالسوه وهو يجالس هؤلاء الضعفاء بلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، بلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، فهؤلاء هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فقالوا يعني لا نجالسك وأنت تجالس إيه هؤلاء الضعفاء والمساكين، فتكبروا عن أن يجلسوا معهم أو أن يجلس النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وهو يجلس إلى هؤلاء. قالوا إذا تريد أن تجلس معنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو الكبراء، يقولون إيه أطرد هؤلاء وأبعدهم عنك حتى إيه نجلس إليك. فتجد هنا المناسبة أن المشركين استكبروا عن مجالسة الضعفاء من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم، يعني هم لماذا يفتخر يعني أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمثال هؤلاء يتفخرون على
بلال وعمار وكذا بالأموال والأحساب، هؤلاء يعني موالي وكذا، وهم يعني من أنساب قريش وأبائهم زعماء وكبراء وكذا إلى آخره، وأموالهم كثيرة، هؤلاء فقراء. فضرب لهم مثلا برجلين، فهنا المناسبة الله صلى الله عليه ذكر هذه القصة لرجلين، واحد يشبه حال أبي جهل ومن معه، واحد يشبه حال بلال ومن معه. قال: جعل الله لأحدهما جنتين، أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهما. يعني الله سبحانه وتعالى يصف حال الجنتين أي البستانين، فهذا الرجل له جنتان من أعناب وبستانان من الأعناب، والبستانان هو يفصل بينهما النهر، لأنه قال: وفجرنا خلالهما نهرا، يعني النهر يمر في الوسط، وعن يمين النهر بستان، وعن شمال النهر بستان. النهر له النهر يعني، فنهر من الماء العذب، وعن يمينه بستان، وعن شماله بستان، بستان من العنب عن اليمين، وبستان عنب عن الشمال، والعنب محاطة بالنخيل، يعني بستان عنب ومحاط بالنخيل، محفوف يعني محاط بالنخيل، وبستان عنب محاط بالنخيل، والنهر يمر بين البستانين. قال: أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل. قال: وفي خلالهما الزروع. قال: وجعلنا بينهما زرعا، لأن العنب كما تعرفون يكون له عريش يعني كذا، يعني يضعون زي أسقف كذا من الخشب يصنعون، فالعنب يعني يكون فوقها، والأرض تحت فيها زروع، أصناف أخرى من الزروع، يعني العنب على العرائش يعني مظللة بعرائش العنب، والقطوف تتدلى منها، ومحاطة بالنخيل، وبينهما الزرع يعني في الأسفل. قال: وجعلنا بينهما زرعا. قال: وكل قال وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة، لأنه قال كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني كل الزروع والأشجار والعنب والنخيل، وفيها أشجار من أصناف أخرى، وكلها يعني أثمرت ثمارا طيبة جيدة، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يعني شو هذا وصف الله لهذين البستانين، قال: ولم تظلم منه شيئا، يعني ما أنقصت أي شيء، كل شجرة وكل زرعة يعني آتت أقصى ما يمكن أن تؤتي من الثمار، وأجود ما يمكن أن تخرج من الثمار، وهذا جعله الله يعني فتنة له وابتلاء له، يعني ليس يعني إكراما له، رجل كافر، والله تعالى أعطاه من هذه الدنيا ابتلاء وامتحانا له. استدراج، نعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم يعني أمهلهم، إن كيدي متين. قال: ولهذا قال: كلتا الجنتين آتت أكلها، أي أخرجت ثمرها، ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، أي والأنهار تتخرق فيهما هاهنا وهاهنا، يعني ليس نهرا، تفسير كثير يعني يقول ليس نهرا واحدا، يعني ممكن نهر أساسي ومتفرع منه يعني الفروع، من النهر أن يطلق على النهر الرئيسي الأساسي، وكل فروع منه تسمى أنهار أيضا صغيرة، فالنهر يعني اللي هو يفصل بين الجنتين، ثم فروع منه تمر يعني للسقي والزرع في جميع الأرجاء والأنحاء. قال: وكان له ثمر، هي طبعا قرأت ثمر وثمر وثمر. قال: قيل المراد المال، روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، وقيل الثمار،
وكان له ثمر وقال إيه وكان له ثمر وكان له ثمر. فقال فسرت بالمال وفسرت بالإيه بالثمار. قال وهو أظهر هاهنا ويؤيده القراءة الأخرى وكان له ثمر. يعني هو في الحقيقة تفسير ابن كثير، ابن كثير رحمه الله كان يقرأ قراءة أبي عمرو، فبيكون التفسير الأول يعني قراءة أبي عمرو، لأنه يعني في قراءة يذكر يعني قراءة عاصم تيجي بعده. والقراءة الأولى اللي هو قراءة أبي عمرو وكان له ثمر بالضبط. فقال الثمر هو المال وقيل إيه الثمار. ثم قال ويؤيده القراءة الأخرى وكان له ثمر بالإسكان، ثمر بالإسكان بضم الثاء وتسكين الميم، فيكون جمع ثمرة كخشبة، زي نقول إيه خشب وخشب، خشب وخشب. ودائما هناك قاعدة في جمع التكسير اللي هو على وزن فعل يجوز فيه إسكان العين، يعني زي إيه كتب، نقول إيه كتب وكتب، رسل ورسل، فهنا ثمر وثمر. فقال يعني زي خشبة جمعها خشب وخشب، وثمرة جمعها ثمر وثمر، فهذا وهذا كله جائز يعني. فقال قال وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والنين. قال وقرأ آخرون ثمر زي قراءة عاصم يعني بفتح الثاء والنين. نعم قراءة يعني نعم فيها ثلاث قراءات مثلثة القراءة يعني. بس أحيانا يكون تثليث، أحيانا يكون في المثلث قطرب، هذا بيتناول تثليث في الحرف الواحد مش يعني ثلاث مرات إيه؟ نعم زي حمام وحمام وحمام مثلا. نعم احيانا يكون نفس المفردة فيها حرف واحد يفتح ويضم ويكسر، فهذا يسمى المثلث يعني. طيب قال فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويخاصمه يفتخر عليه ويترأس. يفتخر عليه ويترأس يعني يقول أنا رئيس يعني وزعيم وأنت يعني ليس لك سلطان ولا جاه. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أكثر خدما وحشما وولدا. قال قتادة تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. يعني هذا إيه غاية يعني أمله ومطلبه هو الدنيا، أن يكون يعني كثير المال وعزة النفر، يعني عنده أولاد وخدم وحشم كثيرون ومال كثير، فهذا هو إيه يعني أكبر همه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. المؤمن يعني أكبر همه الآخرة ينال رضا الله والجنة، أما الكافر يعني هو أكبر همه أن يكون عنده أموال وعنده خدم وعنده حشم. فهو يفتخر ايه بالشيء يعني هو يعني هذا أكبر همه وقد حصل يعني على ما يريد. يعني هو هدفه في الدنيا أن يكون عنده أموال وخدمه وأعطاه الله تعالى ذلك. قال وقوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد. يعني هذا الكافر حاله كحال كفار قريش، كانوا ينكرون البعث، كفار قريش كانوا ينكرون البعث بعد الموت وينكرون يعني الجنة والنار. فهذا الكافر المذكور في سورة الكهف كان من هذا النوع الذي ينكر البعث.
قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة في جوانبها وأرجائها، ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هاتان الجنتان يعني مستحيل أن تتلف أو تهلك، أو يعني لضخامتها وكثرتها وكذا، قال لا يمكن أن تزول ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة، أي كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا، لأني محظن عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا. عياذا بالله تعالى، الكفار عندهم غرور وإعجاب بأنفسهم، فهو أصلا لا يؤمن بالبعث، هو لا يؤمن بالبعث ولا أن هناك يعني دارا آخر، لكن يقول يعني على فرض، يعني لو فرض أن هناك يعني بعثا ودارا آخرة، فأكيد الذي أعطاني في الدنيا يعني هذا النعيم وهذه الأموال سيعطيني برضه في الآخرة مثله، يعني يظن أن قسمة الآخرة مثل قسمة الدنيا، يعني طالما أعطاه في الدنيا وأصلا ما فيش بعث لكن بزعمه، لكن لو بعث فسيعطيه الله مثل ما أعطاه في الدنيا، لأنه يظن أن ما أعطاه الله في الدنيا أنه لكرامته على الله ولمنزلته عنده وكذا، فيظن أنه لو كان هناك بعث سيكون له مثل ما كان له في الدنيا. أن الله يعطي الدنيا لمن لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب، وأما الدنيا فالله تعالى يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. في سورة الإسراء قال إيه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني هذا في الإيه؟ في الدنيا، وأما الآخرة فهي للمؤمنين. قال كما قال في الآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، في سورة فصلت أيضا ذكر الله تعالى حال كافر، أيضا ينكر البعث وبعدين بعد إنكاره للبعث يقول: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، لو فرض أن هناك بعثا سيكون لي أموال وجاه ومنزلة كما كانت في الدنيا. قال وقال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الدار الآخرة، تألى على الله عز وجل، تألى يعني حلف، قال لأوتين، لأن اللام مع نون التوكيد هذا معناه أنه قسم، يعني لأوتين هذا يدل على قسم المحذوف، يعني كلمة تقدير والله لأوتين، فتألى على الله يعني بالحلف. قال وكان سبب نزولها في العاصي بن وائل كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. نعم، هو هكذا قال كما سيأتي بيانه في موضعه، هو يعني في سورة مريم. بالنسبة للعاص بن وائل كما يعني سيأتي تفصيله، أنه كان يعني رجل من المسلمين، كان عمل عنده وله أجر، يعني له أجرة، فامتنع من إعطائه الأجرة واستهزأ به العاص بن وائل، فاستهزأ يعني بهذا الرجل المؤمن، يعني جاء يطلب أجرته، فقال له العاص بن وائل، قال يعني ألست تزعم يعني أنك إذا مت يعني تبعث
وهناك يعني حياة أخرى وهناك. فالمؤمن يعني قال نعم أنا أؤمن. وإيه؟ أنا أؤمن بهذا. قال إيه؟ قال ألست تزعم كذا؟ قال بلى، يعني نؤمن يعني أن الإيه؟ أن هناك يعني بعثا ودار الآخرة. فقال العاص بن وائل، قال يعني إذا بعثنا سيكون لي مال وولد، وأعطيك يعني في الآخرة الأموال التي لك يعني عندما نبعث. فأنزل الله تعالى في شأن هذه الآيات، امتنع يعني عطاء المؤمن أجرته، وقال له خلاص لما نبعث في الآخرة حيكون عندي أموال وأولاد وأعطيك أجرتكم. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فهل يعني اطلع على الغيب أو له عهد عند الله أن الله تعالى سيدخله الجنة ويعطيه المال والولد؟ ثم قال تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، إلى آخر الآيات الكريمة. نعم. ثم نرجع إلى الآيات التي معنا، فنفس التفكير يعني سبحان الله، كل هؤلاء يعني أئمة الكفر عندهم من الغرور أنهم يظنون أن ما أعطاهم الله من الأموال والجاه وكذا هذا لمكانتهم عند الله ولمنزلتهم عند الله، لا يعلمون أن هذه الأموال أعطاهم الله يعني استدراجا وفتنة لهم وزيادة في عقوبتهم عندما يحاسبون عليها، ويعني أحيانا من يحرم من المال ويتعرض لابتلاء لعل هذا يعني يجعله يتوب ويندم يعني ويرجع إلى الله، لكن هذا يعني بسبب الاستدراج وكل ما عنده ما يريده من حطام الدنيا يأتيه، فلا يتوب ولا يرجع ويكون هذا زيادة في ضلاله وعقابه. فكل هؤلاء يظنون أنهم إذا بعثوا سيكون لهم في الآخرة مثل ما كان لهم في الدنيا. ثم يقول سبحانه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال يقول تعالى مخبرا عما أجابه به صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرا عما فيه من الكفر بالله والاغترار أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه. يعني كل إنسان عنده دليل من نفسه على وجود الله وقدرته ووحدانيته، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد، يعني قبل 100 سنة ولا قبل أن تولد يعني كنت عدما لم تكن شيئا، أين كنت قبل لم تكن شيئا ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات، يعني زي الأجيال التي ستأتي بعدنا هم الآن في العدم، هناك أجيال بعد 100 سنة هيكونوا موجودين على ظهر الأرض، أين هم الآن؟ هم الآن في العدم، كذلك نحن كنا كذلك قبل أن نوجد كلنا كنا عدما ثم
أوجدنا الله تعالى. قال: وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات لأنه بمثابته. يعني أنت الآن أوجدك الله تعالى، هل أنت الذي أوجدت نفسك؟ لم توجد نفسك، ولا أوجدك شيء من المخلوقات، لأن كل شيء من المخلوقات برضه هو مفتقر إلى من يوجده، لا يستطيع أن يوجد نفسه فضلا عن أن يوجد غيره. فعلم استناد إيجاده إلى خالقه وهو الله، لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولذلك قال المؤمن، وما إيه المؤمن إيه، ذكر مراحل يعني الأطوار التي مرت بها خلقة الإنسان، خلقك من تراب ثم من نطفة، تراب اللي هو الخلقة الأولى أيام آدم، ثم من نطفة في الطور الثاني لما خلقك يعني من أبويك، ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي، أي أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية. لكن هي أصلها إيه؟ لكن أنا هو الله ربي، يعني أصل لكن هو الله ربي هي عبارة عن لكن أنا، لكن أنا هو الله ربي، فإيه؟ لكن هو الله ربي. ومثل كلمة أنا ألفها تحذف يعني وصلا، ألفها تحذف وصلا يعني إني أنا أخوك، فالألف محذوفة لأصلها لكن أنا، وبعدين صار نقل يعني لكننا، لما صار نقل لكننا ثم إيه أدغمت النون في النصف صارت لكننا، بس في الوصل بالألف محذوفة يعني لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، يعني لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أقول هو الله ربي، أعترف لله بالربوبية والوحدانية، ولا أشرك بربي أحدا، أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال: هذا تحضيض وحث على ذلك. تعرفون أسلوب التحضيض اللي هو الطلب يعني بزجر وتعنيف، فأدواته هي ألا وهلا ولولا ولوما. فهنا يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني يحضه يعني يحثه إيه بشيء من التعنيف يعني والزجر، يقول يأمره أن يفعل هذا الشيء. أي هلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطي غيرك، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يقول لو كان ينبغي عليك أن الله أنك يعني حيث أعطاك الله تعالى هذا المال والولد والثمار والبساتين، أنك إذا رأيت يعني هذه النعمة أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، ثم ساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. يعني يقول هذه الكلمة سبب في حفظ هذه النعمة، يعني يحفظها الله تعالى لا يصيبها آفة إلا الموت، يعني كل إنسان يعني لو قالها على ولده يحفظه الله تعالى إلى أن يموت، يعني ليس معناه أن يحفظ من الموت يظل مخلدا، ولكن يعني يحفظه الله تعالى من الآفات إلى أن يأتيه أجله. وكان يتأول هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأن تأويل الشيء يعني وقوعه وتحقيقه، يعني بمعنى أنه يعني يستعمل هذه الآية ويوقعها في هذه
هذا الموقف أو هذه المناسبة. بنتكلم عن سند الحديث، يعني قال الحافظ أبو الفتح الأزدي عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه، لكن يعني كما مر هي من حديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، يعني يتسامح فيها. فيها يقصد فلا يرى فيه آفة. نعم، يعني إذا قال هذا يعني لن يرى آفة دون الله. هذا معنى. نعم، يعني هذا القصد. ثم قال وقال الإمام أحمد وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا قوة إلا بالله. قال تفرد به. وثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن معصية الله ولا تحول عما يكره في الدين والدنيا إلا بالله، ولا قوة يعني ولا قوة على ما يحب في الدين والدنيا، أو لا قوة على طاعة الله إلا بالله، يعني لا زوال للمكروه ولا حصول للمحبوب إلا بعون من الله ومدد من الله. نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، يعني ففيها يعني استعانة بالله تعالى وطلب المدد منه والعون. وقال الإمام أحمد وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال قلت نعم فداك أبي وأمي. قال أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج راوي الحديث الذي يرويه عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة قال وأحسب أنه قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم، يعني إذا قال العبد لا قوة إلا بالله قال الله تعالى أسلم عبدي واستسلم. قال فقلت لعمر قال أبو بلج قال عمر قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هو أبو هريرة إيه قال إذا قال العبد لا قوة إلا بالله ما فيهاش لا حول. فعمر بن ميمون والرضى عن أبي هريرة قال له لا قوة إلا بالله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال أبو هريرة لا إنها في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيهاش لا حول. فقال له هي يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم علمني إياها مثل التي في الكهف، لا قوة إلا بالله فيهاش لا حول. لكن لا تعارض بين الأحاديث، يعني طبعا في عندنا حديث أبي موسى في الصحيح لا حول ولا قوة، يعني هي لا حول أنا لا تحول عن المكروه في الدين أو الدنيا إلا بالله، ولا قوة إلا بالله يعني لا قوة على المحبوب إلا بالله. فإذا جمعهما كان أفضل وأحسن يعني. لكن أيضا هي حديث أبي هريرة في جواز الاقتصار على قوله لا قوة إلا بالله. قال وقوله فعسى أن يؤتيني ربي، فعسى أن يؤتيني خيرا من جنتك، فعسى أن يؤتيني خيرا من جنتك أي في الدار الآخرة، ويرسل عليها أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى حسبانا من السماء. قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري أي عذابا من السماء، حسبانا من السماء أي عذابا من السماء. قال والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجاره، ولهذا قال فتصبح صعيدا زلقا أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس كالجرز الذي لا ينبت شيئا، مر بنا الجرز للأرض الجباء التي لا زرع فيها ولا. قال وقوله أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا في الأرض، لأنه الكافر يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، مختر بجنته ويقول لا يمكن أن تفنى. فالمؤمن قال له يعني الله سبحانه وتعالى يؤتيني في الآخرة خيرا من جنتك هذه التي في الدنيا، وجنتك هذه الله تعالى قادر أنه يرسل عليها يعني مطرا شديدا من السماء
سيلا يغرقها ويتلف ما فيها، أو قادر سبحانه وتعالى يجعل ماءها غورا، الأنهار التي تسقيها هذه تجف وتيبس زروعك وثمارك وتتلف. سبحان الله. أو يصبح ماءها غورا أي غائرا في الأرض، وهو ضد النابع الذي يطلب على وجه الأرض. الماء النابع اللي هو يصعد ويكون قريب من سطح الأرض ينتفع الناس به، الغائر اللي هو ينزل تحت في جوف الأرض فتجف الأرض. فالغائر يطلب أسفلها، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله تعالى قادر أن يجعل هذه الأنهار والبحيرات تجف، الماء ينزل تحت إلى أسفل الأرض السفلى وتصبح الأرض جافة هي بس. قال: بماء معين أي جار وسائح. وقال ها هنا: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال: والغور مصدر بمعنى غائر، وهو أبلغ منه. الغور معناه غائر، زي ما نقول مثلا فلان عدل أي عادل، يعني ماء غور أي ماء غائر. قال: وهو أبلغ، يعني الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف باسم الفاعل يعني. كما قال الشاعر: تظل جياده نوحا عليه مقلدة أعنتها صفونا. نوحا أي قال بمعنى نائحات، يعني يستشهد لهذا زي ما قلت فلان عدل. فهنا قال: تظل جياده نوحا، يعني تظل جياده نائحة. أحيانا في بعض اللهجات يعني يقول فلان نوح يعني نائم وهكذا. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.